احلى كيك شوكولاتة ده بقى ولا ايه؟ احلى كيك شوكولاتة بالصوص الرهيب، حاجة كده بقى خيال، بركان شوكولاتة. شايفين الجمال؟ بصوا بصوا، حاجة كده من الاخر. لازم نشوف الطريقة والمقادير رهيبة. حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقه عمل كيك الشوكولاته، هيعجبكم جدا جدا جدا، بمقادير كلها سهله واحلى كيك وطري كده، وهنعمله صوص كمان حلو قوي. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير معانا. معانا 2 بيضه اهو، تمام، 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه. معايا كمان معلقه الا ربع بيكنج باودر، معايا معلقه الا ربع بيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، معايا ربع معلقه صغيره من الفانيليا عشان زفرة البيض، معايا نص كوبايه من الزيت ويكون زيت نظيف، معايا كوبايه لبن من الثلاجه مش عايزاها سخنه، معايا كوبايه ميه مغليه، كوب ماء مغلي، تمام. هنشوف ده هنستعمله لايه. معايا كوبايه الا ربع كاكاو، وانا بستعمل الكاكاو اللي هو الاسباني، تمام، كوبايه الا ربع من الكاكاو، معايا كوبايتين من الدقيق، معايا كوبايتين من السكر. ومحدش يقول لي ان السكر كتير، لا، هي دي المقادير المظبوطه للكيكه دي. تعالوا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل مع بعض. معانا 2 بوله، بوله هنعمل فيها المقادير الجافه، والبوله التانية هنعمل فيها المقادير السايله، تمام. ادي حط كده، ادي كوبايتين السكر، تمام، ويا ريت الكوبايات تبقى موحده، وادي كوبايتين الدقيق اهو بالشكل ده، تمام، وادي الكاكاو بتاعنا كوبايه الا ربع، وادي الفانيليا برضه احطها هنا، تمام، وادي البيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، وده البيكنج باودر اهو، كوبايه الا ربع وكوبايه الا ربع، معلقه الا ربع ومعلقه الا ربع، معلش، معلقه الا ربع، معلقه كبيره الا ربع ومعلقه كبيره الا ربع، تمام. هدخل بس كده المكونات دي كده مع بعض الجافه، عشان ايه متبقاش متكتله في حته واحده، تمام كده، تمام كده. نيجي بقى هنا للمقادير السايله. معانا معايا ادي اللبن، كوب لبن، وادي نص كوبايه زيت، زيت نظيف، وادي الـ2 بيضه، تمام، ادي بيضه اهي، وادي البيضه التانيه. نقلب بس كده دول كده مع بعض عشان البيض، تمام، نخلط دول بس كده اهو. كده باقي معانا بس الميه المغليه، تمام، هحطها اخر حاجه معايا عشان ما تسويش بس معايا البيض. هنزل بيها بقى سنه سنه ونقلب، تمام اهو، سنه اهي، ونقلب كده اهو. كوبايه كمان سخنه على ايدي، ادي شويه كمان اهو، ونقلب. وخلي بالك ما تدلقهمش كلهم مره واحده علشان البيض معاكي ما يستويش، البيض ني. ونقلب اهو بالشكل ده. بص انا بدخلها هوا وبردها بسرعه لو انتوا واخدين بالكم، تمام اهو، بصوا كده اهو بالشكل ده، لحد لما اخلص الايه الكميه كلها بتاعت الميه المغليه. بصوا شايفين لون الكاكاو حلو ازاي؟ ده الكاكاو اللي هو الكاكاو اسباني اهو. هفضل بقى كده حبه حبه لحد لما ايه احط الكميه كلها بتاعت كوبايه الميه، حبه حبه كده ونقلب.
بقى اديني فضيتها اهو في صينيه، صينيه عادي مدوره. تمام، عايزه تحمليه في صينيه مستطيله، بايركس، في اللي انت عايزاه، مفيش مشكله خالص. المقدار ده في صينيه مقاس 28، دي مقاس 28. تمام، الارتفاع بتاعها هي كده كده الكيك ده مش بيعلى، يعني مش بيعلى لان هو مش اسفنجي ولا حاجه. هنعمل بقى مع بعض الصوص، هندخلها دلوقتي على درجه حراره 200. تمام، من تحت ما بتطلع ما بت... الكيك ما بتشغليش تحت وفوق، ماشي، تشغلي تحت بس. هندخلها بقى ونسيبها نص ساعه، ما نفتحش عليها قبل نص ساعه. تعالوا بقى نعمل مع بعض صوص الشوكولاته، انا كده كده مسخنه الفرن، هدخلها ونرجع نعمل صوص الشوكولاته مع بعض. هنشوف كده مقادير الصوص بتاع الشوكولاته الاصلي اللي ينفع لاي ذوق اي كيك. تمام، معايا كوبايه من السكر، نفس الكوبايه، كوبايه مليانه من اللبن، اللبن يكون من التلاجه يفضل، يعني بلاش يبقى سخن. معايا كوبايه زيت، زيت نظيف يعني لازم يكون نظيف. تمام، ومعايا كوبايه، نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوب من الكاكاو الخام. هناخد التلاته دول على الخلاط لحد ما يبقوا عاملين معايا كده زي الصوص. تمام، مش معملكوش بس ازعاج بصوت الخلاط، هنفضيها كل الحاجات دي في الخلاط ونضربها كويس جدا ونرجع مع بعض تاني. استنوني، دي صوص الشوكولاته اهو بعد لما اتعمل في الخلاط، شفتوا عشان المكونات كلها مظبوطه، شايفين الصوص طالع معانا مظبوط ازاي، وده لاي نوع كيك، وشايفين اللمعه بتاعته، شايفين جميل ازاي وناعم اهو بالشكل ده. تمام، هنسيبه بقى كده اهو لحد لما الكيك يطلع ونسقيه بقى، وهوريك ازاي تسقيه الكيك ده ويشرب من جوه، مش ان انت تحطي من بره وبس. هبهركم النهارده، استنوني. عارفين بقى اللي ما يحطش لايك هزعل منه جدا جدا جدا، لان الفيديو ده بجد يستحق اللايك، وعايزين احلى لايك لاحلى زيزي. يلا بينا حبيب قلبي زيزي. ادي الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ده كده هي خلاص استوت. تمام، عايزه اقول لكم ان الكيك الحلو قوي اللي هيعجبكم جدا، لازم بصي برضو بتختبريها كده اهو بشوكه، لو طلعت معاكي نظيفه يبقى هي كده استوت. بصي بقى انا بعمل ايه، بعمل كده اهو فتحات، انت تقدري تعمليها بالخله بس انا عاملاها بشوكه كده، بظهر شوكه او بظهر معلقه، علشان تبقى الفتحات كبيره عشان تشرب معايا من الصوص اللي احنا هنعمله اللي هو صوص الشوكولاته. بس انا مش هحط صوص الشوكولاته كده، انا هعمل ايه، انا هقلبها في صينيه وبعد كده اغرقها بالصوص، هنشوف مع بعض. الكيك اهي بعد ما قلبناها هننزل بقى بالصوص بتاع الشوكولاته بتاعنا الجميل ده. تمام اهو شايفين جميله جدا، تقدري كمان ان انت تحشيها، يعني لو عايزه تقطعيها اتنين وتحشيها بالصوص بتاع الشوكولاته ده، تحشيها تبقى جميله جدا برضو. ممكن على فكره تعملي نص الكميه اللي احنا عملناها بتاعت الصوص دي. تمام، بس انا ولادي بيحبوا الصوص كتير، تقدري تعمليها للكب كيك وتحطي كده تبقى غرقانه برضو بالايه، الكب كيك كده اهو. شايفين بصوا شكلها حلو ازاي اهي بالشكل ده. طبعا عايزه تزوقيها زوقيها، عايزه تسيبيها زي ما هي كده بالصوص الجميل كده، تمام قوي ماشي. تعالوا بقى كده نقطع كده مع بعض. رايكم بقى في الكيك بتاع الشوكولاته بتاع النهارده ده، مش يستحق بقى لايك؟ يستحق احلى لايك لاحلى جيجي ولا لا؟ شايفين انا بحبه كده، يعني بصوا عيش كده حلوة قوي، خفيفة، جربوها وطعمها حلو قوي قوي قوي. ممكن تعمليها كب كيك للولاد في المدرسة، هتعجبهم جدا جدا برضو، وياخدوها معاهم. من الحاجات الكيكات الحلوة قوي الهشة كمان من جوه، عشان البيكنج باودر والكربوناتو، حلو قوي طعمها حلو. والأهم حاجة تجيبي كاكاو نوعه حلو عشان يظبط معاكي الكيك بتاع الشوكولاته بتاعك لو عملتيها. بصي في اي مناسبه، في اي عزومه، في اي حاجه، اللي هياكلها عندك هينبهر عليها. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو، حاجه كده بقى بالف هنا وشفا. اتمنى بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون كمان نال رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد مع ابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي جيجي.